صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم تبدأ اليوم بفضل الله تعالى الجلسة السنوية للجماعة الأحمدية في هولندا ووفقني الله تعالى بعد سنوات لاحضر هذه الجلسه كان امير الجماعه في هولندا يدعوني منذ سنوات لحضور الجلسه ولكنني لم استطع الحضور بسبب اعمال الجماعه الاخرى على الرغم من امنيتي للحضور وانه لفضل من الله تعالى انه يوفقني اليوم لحضور هذه الجلسه قد ازداد عدد الجماعه في هولندا في بضع السنوات الاخيره على الاقل ثلث المجموع ازداد يقينا كثير منهم جاءوا هنا مهاجرين من باكستان وانضم بعض الجدد الى الجماعه باختصار تزدهر جماعه هولندا ايضا كباقي الفروع للجماعه في العالم من حيث العدد والوسائل وتنشر هنا كتب الجماعة ومناشيرها أيضا على وجه أحسن. واقتنت الجماعة بعض المراكز الجديدة ومسجدا أيضا. لم أرى بعد هذا المسجد ولكنني سمعت من الناس أنكم بنيتم مسجدا جميلا في ألميرة. وسوف أدشن هذا المسجد في الأسبوع القادم بفضل الله تعالى. عن الافتتاح الرسمي والا بدات فيه الصلوات على ما اظن ولكن يجب ان تذكروا دوما انه لا يفيد ازدياد العدد او دور التبشير او بناء المراكز او المساجد ما لم تتحقق غايتها فثمه حاجه ليفحص الاحمديون المقيمون هنا انفسهم ويروا ويبحثوا ما هي الاهداف التي يجب ان نحققها بعد بيعتنا للمسيح الموعود عليه السلام وكما قلت لقد هاجر الى هنا كثير من الاحمديين في السنوات الاخيره وقد ازداد عدد الجماعه ايضا لماذا هاجروا واتوا هنا؟ لأن الأحمديين، ولا سيما الأحمديين الباكستانيين، لا يحظون بالحرية الدينية في بلدهم، ويؤذون باسم الدين، وتهضم حقوقهم، وذلك لأنهم آمنوا بإمام الزمان عليه السلام، بحسب نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم وبأمره. ويمنع الاحمديون من ذكر اسم الله تعالى وعبادته لانهم بايعوا المحب الصادق للرسول صلى الله عليه وسلم ناهيك عن بناء المساجد انهم يمنعون من عقد الجلسات والاجتماعات لتربيه ابناء الجماعه بل الحق انهم لا يستطيعون ان يصلوا حتى في بيوتهم بحسب القانون كما لا يستطيعون ان يضحوا بالقرابين في مناسبه العيد والقانون الباكستاني لا يسمح لنا بذلك وترفع القضايا ضدنا على هذا الاساس لان ذلك يجرح مشاعر المشايخ المزعومين واتباعهم وفي مثل هذه الحالات يهاجر كثير من الاحمديين من باكستان الى بلاد اخرى تعطي حريه دينيه وقد هاجر الكثيرون والذين اتوا منكم هنا مهاجرين يتمتعون هنا بالحريه الدينيه ويجدون فرص تحسين حالتهم الماليه والاقتصاديه فكل احمدي يعيش هنا متحررا من القيود التي كان يواجهها في باكستان ولهذا يجب ان يشكر الله تعالى بوجه خاص ويسعى كل سعي لاداء حق البيعه للمسيح الموعود عليه السلام ويحسن حالته الروحانيه والعلميه والاخلاقيه ولا ينبغي ان نفرح بمجرد الحريه وباننا لا نواجه قيودا تمنعنا من العمل بمذهبنا إن لم تكن أعمالنا وفق أحكام الله تعالى، وإذا لم نسعى لإحداث التغيير الطيب في أنفسنا، وإذا لم نزداد حبًا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، فما فائدة هذه الحرية؟ وما فائدة حضور هذه الجلسات؟ وما فائدة بناء هذه المساجد؟ الفائدة الحقيقية لهذه الحرية في ان نؤدي حق البيعه لقد امر المسيح الموعود عليه السلام بعقد هذه الجلسات بامر من الله تعالى لكي تحدث التغييرات الطيبه في نفوسنا بسبب هذه الجلسه ولكي نقدم الدين على الدنيا ونفهم الدين فهما صحيحا ونخلق حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبنا ونحسن حالتنا الروحانيه والاخلاقيه والعلميه ونسعى لذلك كل السعي قال المسيح الموعود عليه السلام في موضع مبينا مقاصد الجلسه واهدافه ومسديا النصيحه لمبايعيه الهدف الحقيقي من البيعه هو ان يفتر حب الدنيا ويستولي على القلوب حب الله وحب الرسول الاكرم صلى الله عليه وسلم وتتيسر لهم حاله من الانقطاع التام عن الدنيا حتى لا يعود السفر الى الاخره مكروها لديهم فهذا قول واضح أنه بعد البيعة لا ينبغي أن تقتصر على الدعوة باللسان فقط بل يجب أن تصبحوا مخلصين ولا تستطيعون أن تزدادوا إخلاصا ووفاء ما لم تؤثروا حب الله وحب الرسول على جميع أنواع الحب لذلك وضع في شروط البيعة أن المبايع يجب أن يتخذ قول الله وقول الرسول دستورا لعمله في جميع مناهج حياته ولا يستطيع المرء ان يجعل قول الله وقول الرسول منهجا له في كل امر ما لم يكن لديه حب حقيقي فهذه الجلسات إنما تعقد للتذكير المتكرر بأنه ما هو الهدف من بيعتنا، وهذا ليس هينا أن تفجر حب الدنيا نهائيا، ويسيطر على القلب حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو يحتاج إلى جهد جهيد، وما دمنا قطعنا عهد البيعة، فلا بد ان نجتهد لذلك. ولا بد ان نضحي بتجارتنا الدنيويه من اجل العبادات. ولا بد ان نضحي باعمالنا الدنيويه من اجل اداء حقوق الله تعالى. ولا بد ان نتجنب كل ما يمنعنا من التقرب الى الله تعالى. اذا كانت وظائفنا وتجاراتنا عائقا في طريق ادائنا حقوق الله تعالى، فلا بد ان نتخلى عنها لكي نبقى في جماعه المسيح الموعود عليه السلام، ولا بد ان نزيل تلك العوائق. وكذلك اذا كانت انانيتنا وعزنا الدنيوي المزعوم، وصيتنا وافكارنا النفعيه، واعمالنا تمنعنا من اداء حقوق العباد، فهذا ايضا عصيان لاوامر الله تعالى. لان الله تعالى امر باداء حقوق العباد ايضا واذا عصينا الله فيما يتعلق بحقوق العباد فهذا يعني اننا لا نؤدي حق انضمامنا لجماعه المسيح الموعود عليه السلام ثم وجهنا المسيح الموعود عليه السلام الى حب الرسول صلى الله عليه وسلم وصرح بأنه يجب أن يكون حب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من حب الناس جميعا وغالبا على حب الجميع، لأنه لا يمكن الوصول إلى الله تعالى إلا بواسطة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وبواسطة العمل بأوامره وسنته. ان وسيله استجابه الادعيه والعاقبه الحسنه الان هي الرسول صلى الله عليه وسلم قال المسيح المعود عليه السلام انظروا يقول الله تعالى في القران الكريم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اي ان الله تعالى يحبكم حين تتبعون الرسول المقبول صلى الله عليه وسلم وتعملون بسنته وتمتثلون لاوامره قال المسيح الموعود عليه السلام الطريق الوحيد لكون المرء حبيب الله هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك طريق اخر يوصله الى الله يجب ان تكون غايه الناس البحث عن اله واحد لا شريك له اي يجب ان نبحث عن الله الذي هو واحد لا شريك له ولا نجعل له نداه قال المسيح الموعود عليه السلام يجب اجتناب الشرك والبدعة ولا يكون تابعا للتقاليد ولا مطيعا للأهواء ألا إنني أكرر القول إن الإنسان لا يمكن أن يفلح بأي طريقة ممكنة دون طريق الحق للنبي صلى الله عليه وسلم بأي طريقة ممكنة قال المسيح الموعود عليه السلام إنما رسولنا واحد فقط، وإنما القرآن الكريم وحده نزل على هذا الرسول، وباتباعه فقط نفوز بقرب الله تعالى. قال عليه السلام: إنما رسولنا واحد فقط، وإنما القرآن الكريم وحده نزل على هذا الرسول، وباتباعه فقط نفوز بقرب الله. قال عليه السلام: تذكروا أن اتباع القرآن الكريم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة والصوم وغيرها من الطرق المسنونة ليس دونها أي مفتاح لفتح أبواب أفضال الله وبركاته هذا هو الطريق الوحيد وليس هناك طريق آخر فللحصول على هذه البركات لا بد من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن منطلق هذا الحب يجب العمل باوامره والا فقد وضح سيدنا المسيح الموعود عليه السلام انه لا جدوى من بيعتكم له وكذلك ان حضوركم مثل هذه الجلسات يصبح عبثا محضا يقول المسيح الموعود عليه السلام انني احب حبيب الله هذا فاذا كنتم تريدون ان تبقوا في بيعتي فلا بد لكم ايضا من ان تحبوا حبيبي ثم يقول عليه السلام: «اخلقوا في أنفسكم حالة من التبتل والانقطاع إلى الله تعالى، أي حالة تبعدكم عن اللهو واللعب الدنيوي، حتى يصبح كل عمل من أعمالكم تابعا لأحكام الله تعالى وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم، مما لا شك فيه، أن كسب الدنيا والانشغال بأمورها وتجاراتها ليس ممنوعا، بل الله تعالى قد أمر بذلك. كان الصحابة -رضي الله عنهم- أيضا يقومون بهذه الأعمال، وكانوا ينشغلون في المشاغل الدنيوية وتجارتها على نطاق واسع، لدرجة كانت تجارة بعضهم تقدر بالملايين والبلايين. وكانوا يقومون بالمعاملات التجارية وغيرها وكانت لدى بعضهم عقارات يقدر ثمنها بالملايين والبلايين ومع ذلك كان حب الله تعالى وحب رسوله غالبا عليهم وكانوا منتبهين دائما إلى أداء حقوق عبادة الله والعمل بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا منتبهين أيضا إلى ألا يصدر منهم فعل يسخط بسببه عليهم حبيبهم في هذه الايام اذكر الصحابه رضي الله عنهم في خطبي ونجد في سيرهم امثله كثيره عن كيفيه عباداتهم وكيف كان مستوى طاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكم كانوا يكنون حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعلينا ايضا ان نضع في الحسبان دوما الا نقصر في حبنا لله ولرسوله على الرغم من المشاغل الدنيويه بل علينا ان نبذل قصارى جهودنا للعمل باوامر الله ورسوله ولنعلم اننا قد اجتمعنا هنا لثلاثه ايام لتحسين حالتنا العمليه وللاستفاده من جو روحاني للجلسه لذا يجب ان ننتبه جيدا ونفكر ما هو الهدف من اجتماعنا هنا لثلاثه ايام ألا هو أن نستفيد من هذا الجو الروحاني، ومحاولة تحسين حالتنا العلمية والعملية، ونتخلص من السيئات، وأن ننتبه إلى ذكر الله والاستغفار إلى جانب العبادات الأخرى. وإن لم يكن هذا هو نهج تفكيرنا، فإن حضورنا الجلسة عبث محض، فمن مقتضى الحكمة أن نحسب هذه الأيام الثلاثة دورة تدريبية. ونبذل جهودنا لازاله النقائص والتقصيرات من اعمالنا لان حدوث ذلك ممكن عندما يخرج من بيئه الى اخرى. يقول المسيح الموعود: عليه السلام في ذكر فوائد الجلسة: «يجب على الإخوة أن يحضروا حبًا لله في الموعد المحدد من أجل الاستماع إلى الأحاديث الربانية، والاشتراك في الدعاء. ثم يقول: سوف نشتغل أثناء هذا الاجتماع في بيان الحقائق والمعارف التي هي ضرورية للزيادة في الإيمان واليقين والمعرفة.» اذا ان هدف من الجلسه هو رفع مستوى الايمان واليقين والمعرفه وقال عليه السلام في موضع اخر ان هذه الجلسه ليست كمهرجانات دنيويه عاديه حيث يجتمع الناس وينهمكون في اللهو واللعب فحسب كما ليس الهدف من جلساتنا اظهار عددنا فيجب على كل من يشترك فيها رجلا كان أم امرأة شابا كان أم شيخا أن ينتبه جيدا إلى الازدياد إيمانا ويقينا ومعرفة وحبا لله ولرسوله أما إذا لم يدرك المرء مكانة الله ومكانة رسوله أو لا يوقن بوجود الله تعالى فأن له أن يزداد معرفة والحق أن المرء يزداد إيمانا نتيجة ازدياده في المعرفة فعلينا أن نفهم جيدا أننا لم نجتمع هنا من أجل الاحتفال والترفيه فقط لنخوض في القيل والقال وننصرف فإذا كان هذا هو نهج تفكير أحد فإن حضوره للسة عبث تماما كما قلت من قبل لقد وجه المسيح الموعود عليه السلام أنظارنا إلى الحسنات بأداء حقوق الله وحقوق عباده وقال ما مفاده يجب على المرء ان يكسب الحسنات لنيل رضا الله تعالى والعمل باوامره دون الطمع في اجر فهذه هي فلسفه حب الله تعالى الحقيقي ان نعمل باوامره بما فيها العبادات واداء حقوق الله وحقوق عباده ولا نعمل بها طمعا في الاجر والثواب من الله تعالى غير ان الله تعالى لا يترك اي عمل بغير اجر بل يعطي الاجر على كل عمل حسن حتما ولكن مقتضى الايمان الحقيقي هو كما يقول المسيح الموعود عليه السلام الا نكسب الحسنات طمعا في الاجر بل نكسبها للعمل باوامر الله تعالى فقط يقول عليه السلام ما معناه لا يكتمل ايمان المرء الا اذا زالت من ذهنه فكره الحصول على الاجر فقال لا تخوض في مثل هذه الافكار لانه اذا خالجت ذهن احد هذه الافكار لن يكتمل ايمانه يقول عليه السلام صحيح ان الله تعالى لا يضيع ايه حسنه بل يقول ان الله لا يضيع اجر المحسنين فيجب على كاسب الحسنات الا يهتم بالاجر فالحسنه الحقيقيه هي التي تكسب بغير الطمع في الاجر والانعام فعلينا ان نحسن معامله الناس ونؤدي حقوقهم واضعين هذا المبدا الحسبان. لان معامله الناس بالحسنى انما هو امر من الله تعالى ورسوله وسنته فقد امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نسعى جاهدين لاداء حقوق بعضنا بعضا ونضرب امثله عليا في الاخلاق الفاضله سواء نلنا عليها اجرا من الناس ام لا ولنعلم ان الله تعالى يعطي الاجر على الحسنه حتما فما دام الهنا يعاملنا على هذا النحو فكم حري بنا ان نعمل بامر الله تعالى لنيل رضاه ونجتنب السيئات التي امرنا باجتنابها فبعد مجيئكم واستقراركم في هذه البلاد المتقدمة وهذه المجتمعات التي يرتكب فيها أنواع اللغو باسم الحرية، عليكم أن تنتبهوا إلى حالتكم العملية كثيراً. ففي بعض الأحيان تحول ساعة المالية دون كسب الإنسان الحسنات، أي عندما تتحسن ظروف الناس المادية، ينسون أحياناً أي ويزعمون أنهم لو لم يعملوا عملا دنيويا كذا وكذا سوف يتعرضون للخساره، ولكن الله تعالى يقول انه هو الرزاق. فنلاحظ بوجه عام في الناس الماديين انهم ينتبهون الى ان لا يتعرضوا لاي خساره دنيويه، وبناء على هذا التفكير لا يؤدون حقوق الله تعالى. ولسوء الحظ، إن بعضًا من أفراد الجماعة أيضًا يفعلون ذلك بحيث يتركون الصلاة من أجل مشاغل دنيوية. فمثلًا، إذا حانت الصلاة، وكان هناك عليهم أن يعملوا عملًا دنيويًا معينًا في الوقت نفسه، فيهملون الصلاة، أو يجمعون بين الصلاتين فيما بعد، أو ينسونها أحيانًا، ولكن لا يهملون عملًا دنيويًا. فعلينا أن نجتنب هذه العادة، ومنهم من يصلون بسرعة كأنها دين عليهم، ويريدون أن يتخلصوا منه فورا، ولكن هذه الوتيرة لا توحي بحب الله في شيء، بل تنم عن حب الدنيا، ولكن إذا كنتم تريدون أن تؤدوا حق بيعة المسيح الموعود عليه السلام، فلا بد لكم من أداء حق عبادة الله تعالى. لقد وجه المسيح الموعود عليه السلام أنظارنا إلى أن ندرك حقيقة أن نعبد الله تعالى منصبغين بصبغة حب الله الذاتي. هذا هو الأصل في الموضوع، وأن تعبدوا الله حاسبين عبادته فريضة واجبة عليكم، وليس كأنكم تريدون أن تتخلصوا منها. فلو حظي الانسان بحب ذاتي لله تعالى وعبده منصبغا بصبغه الحب الذاتي لكانت العباده خالصه لله تعالى وعندها سوف تتلاشى الاغراض الدنيويه كلها وعندها ستتبين حقيقه ايثار الدين على الدنيا وعندما ستنتهي الاغراض الماديه فسوف يرزق الله الانسان من حيث لا يحتسب كما قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام في تفسير آية ومن يتق الله يجعل له مخرجا فمن الحق وصدق تماما أن الله لا يضيع عباده أبدا وهو يحميهم من أن يمدوا أيدي السؤال إلى الآخرين فأؤمن أنه إذا كان المرء متوجها إلى الله وكان صادقا فان الله يبارك في عائلته حتى سبعه اجيال ويمد اليه يد رحمته وبركته الا ان يعمل احد بشقاوته اعمالا تحرمه من فضل الله ويحميهم بنفسه يقول حضرته على الانسان ان يتلف جميع الوسائل ويبقي وسيله الحب الالهي فقط اي يجب ان تعد وسيله الحب الالهي وحدها ناجحه ونافعه وبها وحدها تنالون كل شيء فالحق ان من كان لله كان الله له فكونوا بحيث تنزل عليكم آثار بركات الله ورحمته. فالذي هدفه من نيل العمر التمتع بملذات الحياة الدنيا ومتعها، فأي فائدة ترجى من حياته، أي أن الذي جعل غايته المتوخاة أن ينال العمر فقط وينال الملذات المادية والمتع، فلا فائدة ترجى منه. إذ ليس في حياته أي نصيب لله تعالى، فهو يجعل الهدف من حياته منحصرًا في تناول الأطعمة اللذيذة، والنوم المريح، والتمتع بالزوجة والأولاد، والبيوت الفاخرة، أو الخيول الفارهة، أو البساتين الرائعة، أو الزروع، فهو عبد بطنه، فمثل هذا الإنسان ليس عبدًا لله، ولا هو يعبده. بل لا يجدر ان يدعى عبدا وانما يعبد اغراضه الذاتيه وغايته المتوخاه ان يكون له عقار وثروه وبيوت وخيول رائعه. فقد ذكر حضرته الخيول لانها في الماضي كانت تربى الخيول. اما في العصر الحاضر فيمكن ان نقول السيارات فارهه. فهذه الاشياء بحد ذاتها ليست وحدها هدفا. إلا أن الاستفادة من هذه النعم واجبة لأن الله قد رزقها ويجب ألا ينحصر هدف المرء في الحصول على هذه النعم أما إذا كان حصر هذا الهدف في الحصول عليها فقد اتخذ هذه الأشياء إلها وهو يعبدها ومثل هذا الرجل لا يمكن أن يدعى عبد الله وعبده بل هو يعبد أغراضه الشخصية قال حضرته فهو قد اتخذ اهواءه النفسانيه واللذائذ البهيميه وحدها معبوده ومطلوبه ومقصوده فهذه هي حصرا امانيه بينما الغايه التي بينها الله تعالى من خلق الانسان هي العباده كما ورد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فقد حصر الهدف والغايه في عباده الله ولذلك قد خلق هذا النظام كله لكنه خلاف ذلك تظهر الغايات والامان الاخرى اي يصدر في العالم في العصر الراهن عكس ذلك تماما وبدلا من السعي لنيل هذا الهدف نرى ان لكل انسان رغائب اخرى منافيه لذلك فهو قد انغمس في كسب الدنيا فقط وتصدر منه امنيات اخرى اذ قد غلبت الاهواء الماديه حب الفوز بقرب الله فهذه الامور يجب ان تسوقنا الى التامل والتفكر في كيف يمكن ان نحرز الحياه من هذا القبيل بحيث يجب الا يشغل بالنا دوما الاهتمام بالحياه الدنيا فقط بل يجب أن نبذل جميع كفاءاتنا ومواهبنا لتحقيق الغاية المتوخاة من حياتنا، فبعد الهجرة إلى هذه البلاد، يجب أن نسعى جاهدين لأداء حق عبادة الله مستنزلين فضله. يجب ألا تكون أمنياتنا ورغائبنا معارضة لهذا الهدف كما قال سيدنا المسيح الموعود عليه السلام بل يجب أن نحرز معرفة خالقنا ونحرز الغاية المتوخاة من خلقنا ونحقق الهدف الذي من أجله بعث الله المسيح الموعود عليه السلام في هذا العصر يقول حضرته انما بعثت لاقوي الايمان واثبت للناس وجود الله لان ايمان كل قوم قد ضعف جدا ويعد عالم الاخره قصه فقط اي لا يقيم الناس اي قيمه للحياه بعد الموت وانما يعدونها قصه واسطوره وكل انسان بعمله يقول انه كما يثق بالدنيا ومراتبها ووجاهتها وكما يعتمد على الوسائل الماديه لا يثق الثقه نفسها بالله ولا بعالم الاخره فعلى الالسنه امور ويستولي على القلوب حب الدنيا اي صحيح انهم يذكرون اسم الله تعالى بالسنتهم الا ان حب الدنيا مسيطر على قلوبهم وهذه الغلبه تظهر من خلال اعمالهم قال حضرته كان حب الله قد فتر على قلوب اليهود فجاءهم المسيح في ذلك الزمن لياتي بهم الى الدين والى الله وتلاحظ الحاله نفسها في زمني ايضا فقد بعثت ليعود زمن الايمان من جديد وتنشا التقوى في القلوب فاليوم من واجبنا أن نؤدي حق بيحتنا من ناحية ونزداد حبا لله ونرسخ التوحيد في قلوبنا ونعرض عن الدنيا وملذاتها مقابل حب الله ورسوله ومن ناحية أخرى نحدث في نفوسنا تغييرات طيبة ونسعى أن نقرب بها المجتمع أيضا إلى الله اليوم ترفض الدنيا الإيمان بوجود الله وكل سنة عدد كبير من الناس يكفرون بوجود الله باستمرار ويتخلون عن الدين. وهذا في المسيحية والأديان الأخرى وفي بعض المسلمين أيضا. وحين يكفر هؤلاء من واجبنا أن نخلق في قلوبنا حب الله ونطلع العالم أيضا على حقيقة وجود الله. عندها سنحقق الهدف من عقد هذه الجلسة وعندها فقط سنؤدي حق بيعتنا للمسيح الموعود عليه السلام. فلا يكفي أن نخلق حب الله ورسوله فينا فقط، فمهمتنا لا تنحصر في ذلك، بل أكثر من ذلك حيث يجب علينا ألا ندخر جهدا لخلق حب الله ورسوله في قلوب أولادنا وأجيالنا القادمة أيضا، وكذلك يجب أن نطلع العالم أيضًا على حقيقة وجود الله كما قلت سابقًا، كما تقع علينا مسؤولية مواصلة أعمال المسيح الموعود عليه السلام ومهمته بعد أن بايعناه. وفقنا الله لذلك بحيث نقضي أيام الجلسة هذه سعيًا لرفع معايير عباداتنا والدوام عليها، ونزداد دومًا حبًا لله ولرسوله. ولا تستولي علينا ملاذات الدنيا وأهواؤها أبدا واعلموا أن كل ذلك يستحيل بدون الفضل من الله لذا ثمة حاجة ماسة للدعاء الكثير لاستنزال أفضل الله تعالى ولا بد من الاهتمام بهذا كثيرا وفقنا الله لذلك <تصفح> الحمد لله الحمد لله نحمده <أنا> ونستعينه ونستغفره <صاخره> ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يعده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد اللَّهُ لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ